ما ترى فيما نحن فيه يا شرحبيل؟ لا أرى إلا أن نقاتل هؤلاء الأعراب القادمين من الجزيرة ونخرجهم نهائيا من بلاد الشام. ألا ترى أن أمرهم يعلو وأمر الروم يهبط؟ ثم ماذا أيها الملك؟ ثم إنهم قومنا. قومنا؟ أي كلام هذا؟ هل هذه هي المرة الأولى التي يغزون فيها مراعينا فنأسرهم ونقتلهم ثم يستعطفوننا بأشعارهم حتى نطلق لهم أسراهم؟ لا يا شرحبيل، هذه المرة تختلف عن كل ما سبقها. إنهم يحملون في صدورهم دينا يدفعهم بحماسة منقطعة النظير، ولن يعودوا إلا بالنصر أو الموت. كأنك تخشاهم يا جلالة الملك. ويحك يا ابن الحارث، لقد قتلت رسول نبيهم إلينا وقتلت دعاتهم وأنت خائف على مصيرك، وهذا ما يدفعك لقول ما تقول. وهل لديك حل آخر؟ لقد قاتلتهم في قراقر ورأيت رجالا لا يهابون الموت. لقد هزمونا هزيمة نكراء وكنا أضعاف أضعافهم، ونحن عرب مثلهم. إنهم يجيدون القتال في الصحراء، لكن ما إن يتوغلوا ويشبعوا هم وأنعامهم حتى نحصدهم حصدا. إنك لا تقول هذا إلا خوفا منهم. أنا؟ والرب لو طوعني الروم لمضيت إلى الحجاز وهدمت مدينتهم فوق رؤوسهم. لك السلام يا مولاي ملك الملوك. أهلا بمبعوث إمبراطور الروم. مولاي، أحمل لعظمتكم رسالة من سيد الإمبراطور. من إمبراطور بيزنطة المقدسة، لك سلام يا ملك الملوك يزدجرد. لقد فاجأنا العرب كما فاجأوكم، وإني أقترح أن نوحد قوانا لطردهم نهائيا من الشام والعراق، ولا نترك منهم أحدا فيها، ثم نغزو جزيرتهم ونتقاسمها فلا تقوم لهم قائمة من بعدها. سيكون ردي غدا، اذهب واسترح. هكذا إذن، من كانوا بالأمس حراساً لحدود دولتنا أصبحوا اليوم هاجساً مرعباً لنا وللروم. يا للسخرية. ما الأمر يا رستم؟ أجئنا لننشد أشعاراً أم لنتخذ قراراً؟ لا تتردد يا مولاي، أرسل له بموافقتك فوراً. فلربما كان ذلك مخرجاً لهم ولنا ولو إلى حين. فمع العرب كل شيء وارد. أبلغ جلالة الإمبراطور سلامي ومحبتي، وأبلغه موافقتي على ما جاء في رسالته. لك السلام يا مولاي ملك الملوك. صاحبتك السلامة. السلام على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طليحة بن خويلد الأسدي عاد إلى الحجاز وهو على مدخل المدينة الآن. وما الذي عاد به؟ قال إنه عاد وامرأته مسلمين، وسيمضي مع ركب الحجيج إلى مكة. أنسمح له بمرافقة الحجيج أم نضرب عنقه أيها الخليفة؟ لا لا، لا تقتلوه،
فإن كان به خير تاب وأناب، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، ولكن لا يدخل المدينة وأنا فيها. السمع والطاعة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أستودعك الله. بأمان الله. يا أبتي، دعوتك لنكون وحدنا لا ثالث بيننا، فقد رأيت حلما أرقني، علني أجد تفسيرا له بين يديك. هات يا مولاي ارويه لنا، عسى الرب أن يهديني إلى تفسيره. رأيت أن شعبا مختونا يسيل كالطوفان فوق أرضي كلها، وكنت أهرب منهم لا يحميني أحد، وهذا ما أرقني كثيرا، فما قولك يا أبتاه؟ يا مولاي الإمبراطور، لا يوجد شعب مختوم إلا اليهود، وهم قلة في هذه البلاد، كالبيضة في يدك تستطيع أن تسحقها متى شئت. وأين يتواجد هؤلاء اليهود الآن؟ يتواجدون في نابلس ويافا، وهناك قلة منهم في حوران من أولئك اليهود الذين طردوا من الحجاز. وهل يقومون بأي أعمال تدعو إلى القلق مثلا؟ إلا الكره العميق الذي يخبئونه في قلوبهم للمسيحيين ولديانتهم وللرب يسوع. وإنهم يا مولاي من القلة والضعة، بحيث لا يشكلون لا نهرا ولا بحرا، وإنهم منقوتون من الرب والعباد إلا أن تقوم القيامة، ولا أحد يدري ما يكون عند قيامها. حسنا، وماذا عن العرب؟ إنهم في جزيرتهم يا مولاي، قبائل هنا وهناك. أما زالوا يناوشون حدود إمبراطوريتنا؟ إنهم يا مولاي حالما ينتهون من غزواتهم يرجعون إلى صحرائهم، فهي تشكل لهم حاميا وملاذا أمينا. ثم إن عرب الشام يا مولاي باديها وحاضرها مسيحيون، وهم يحبون الإمبراطور لما وجدوه من عدله. وهل يختنون؟ الحقيقة يا مولاي سمعت أنهم يختنون. اصدقني القول يا أبتاه، أتعتقد أنهم هم من كان في الرؤيا؟ أعتقد أنهم هم يا مولاي، فالرؤيا قد فسرت، فالحذر الحذر، وما رؤياك إلا تحذير مسبق لما سيأتي، فكن مستعد. سأدعو فردان وجبل لاجتماع طارئ. شكرا لك يا أبتي. يمكنك الانصراف يا أبتي، وشكرا لك.